وزير النقل واللوجستيك السيد عبد الصمد قيوح يترأس مراسم تنصيب السيد عبد الوهاب فاضل الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم ميدلت. وبعد تلاوة ظهير تعيين هنأ السيد قيوح العامل الجديد على الثقة الملكية التي حظي بها، مستحضرا المسار المهني والخبرة الكبيرة التي ركمها السيد فاضل في الإدارة الترابية بمختلف الأقاليم. وأشار الوزير إلى أن هذا التعيين يأتي في سياق خاص يتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهود واللجوء إلى حلول مبتكرة لمواجهة القضايا المرتبطة بإشكالية الماء وتوالي سنوات الجفاف، داعيا في هذا السياق إلى التنفيذ الأمثل لتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية والمزيد من التعبئة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال المفرط والهدر والاستعمال غير المعقل للماء. حضر حفل تنصيب العامل الجديد لإقليم ميدلت على الخصوص ولجهة درعة فيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد سعيد زنيبر ورئيس مجلس جهة درعة فيلالت السيد هروبرو وأعضاء من السلك القضائي ورؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة وممثلون عن جمعية المجتمع المدني.